احنا بغينا باش النشاط الاخير يكون مع المسرح ويكون مع الاطفال ويكون في الشارع. الكحكة 800 غرام، كم وزن كل قطعة؟ هاتي اطفال واحد ما عنده سؤال؟ لا يبقى تخدموا. استاذه معلش نطرح عليك سؤال. نعم. راكي تحكي على الاب تاعك ولا على الاب تاعنا؟ انا واش بيني نحكي على الاب تاعي؟ بيننا نحكي على الاب تاعكم. سمى لها هكا ما نتفاهموش. اذا الاب تاعك يقدر يشري ضغط فخيس، انا الاب تاعي ما يقدرش يشريها. وصح انا بيبا ما سبيتوني تكون نحي التفاح، تكون نحي فراز ديال التفاح. استاذه انا وليا مطلقين عايشه غير مع الام تاعي، يقسم مع الاب تاعي ما يشري الطرده ما يقسمها لي. خلاص تكون نحي الاب وندير الام. استاذه انا وديها تنو قلقان وانا عايش مع بابا، تشم الام تاعي ما تقدرش تقطع لي لاباس. خلاص مع الام الاب الولد. استاذه انا طفل صغير ما قد نسري طورطه كبيره هي غاليه. خلاص تكون نحي الفيران ديال الصغيره. اك ثاني حاجه ما تسمى اليوم قطعه تاعي تكون كبيره على الاخرى. خلاص بنتوني كيف شغل تدير معاكم اليوم؟ صباح الخير سيدي مفتش. استاذة المسألة تاعك فيها خالد، ولد ما يقدرش يشري كاكو. منطقي الأب هو اللي يشري كاكو. الأب إذا شرى كعكة ما يشريها صغيرة، يشريها كبيرة. الكعكة كبيرة منطقيا توزن 800 غرام ماشي 80 غرام. الفكرة تاع تتقسم على 23 صعيبة على الأطفال، تتقسم منطقيا على أربعة. كعكة التفاح ما عجبتنيش، ندير كعكة فرافير ولا خاطش الأطفال يبغوا الأنواع. دروك المسألة راها غاية، تقدري تسمحي لنا الخروج من الحج. أنا كتبتها هكا الصباح. أستاذة عندها الحق. أستاذة عندها الحق، فهموني كيفاش. أستاذة هي باغي تدير لنا خاطرنا. وتسي تخبي مشاكل كل واحد فينا. أستاذة احتراماتي ليك، يعطيك الصحة الله يعاونك. يا ناس الكوكب هذا راه يعاني، راه في خطر، والمسؤول الوحيد على هذه المعاناة هو الإنسان. حالة حزينة هذه، طبيعة تعاني، راه في خطر، راه تشرنا، راه تهدر معانا احنا اللي ما سمعناهاش، ولا ديروا روحنا ما نسمعوهاش. يا خوتي الطبيعة راه غضبانة علينا. ما عرفنيش على بالي، بس انا عيد عيت بزاف، استغلتني بلا رحمة، أعضاء تاعي راهم يعانيو، رميت الوسخ في كل جهة، قلعت الجر، قلعت الورد، اليوم جينا هنا باش نهضرو معاك ولازم تسمعنا. كامل وجدت على جالك، قلبك قاسي ليا ما هدتنيش، تعطيك الخضرة والفاكهة والقمح، وكل هذا الشيء بذلك تدور فيا، لا رحم الشيب عليا ما كان تدور فيا. الله عادوا خلوا مليح مع راسكم، انا طفل صغير عنصر صغير والمشترى، بصح عندكم الحظ نوعدكم بالخير مليح وندير كاع واش نقدر باش نحميكم ونحمي هذا الحب. ان شاء الله الميساج يكون وصل، نحمو الطبيعه يعني نحمو صحتنا.